Honorable député, الكلمة النائب الموقر شيخنا والحجبو. عندكم 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سيد الرئيس. أنا مرحب مع الوزير الأول والحكومة الموقرة اللي معاه. طبعا سياسة الحكومة كما عهدناها في كل مرة، وفي هذه المناسبة أيضا كانت دقيقة الصياغة، دقيقة الصياغة كانت شمولية المجال والاهتمام، محفزة للمواطنين للانخراط في الدورة الاقتصادية، وكانت منحازة أيضا للفقراء بامتياز، مطبقة بدقة ومهارة وأمان لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، متماهية مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ووفرت وتوفر المواطنين الأمن النفسي والاجتماعي والصحي والغذائي والمائي، وكذلك كانت تتميز بمواكبة فخامة الرئيس في مختلف أنشطته، وطبعا بصرامة، وكانت كذلك أمينة في ذلك. ضبطت هذه السياسة، ضبطت الحكامة واتبعت منهج الترشيد، حافظت على نمو مقبول وتحكمت في التضخم وبنت السمعة الطيبة للبلد وجعلته حاضنا ومحتضنا، وأنشأت له ثقة جيدة مع الشركاء المختلفين. عندي ملاحظتين، واحدة متعلقة بالبيئة، واحدة متعلقة بالبعد الموحد للشعب الموريتاني. ما يتعلق بهذا البعد الموحد للشعب الموريتاني هو ناظم وحدته ومحافظ على أمنه واستقراره وإنقاذ الدين الإسلامي. هذا الدين طبعا يتعرض لهجمة شرسة من طرف الحوزات، من طرف السياسة الإيرانية في موريتانيا، وهذا ناقص خطره ودقه العلامة أحمد والحبيب الرحمن جزاه الله خيرا وشفاه، واحنا ايضا ننبه عليه. احنا ايران الى عاد بيننا معها علاقه، يا الله ذاك الحوزات وذاك البعد التشيعي، يا الله لا نحافظ على بلدنا منه. وراي الفيتن عاد تخلق، والديقات عاد تخلق، عاد المساجد تخلق منها قدر، وذا البعد يتصارع، وهذا خطير على بلدنا كبلد متعدد القوميات، كبلد مثل اثني، يا الله البعد اللي هو نعرفه انه يشكل خطر حقيقي في المستقبل في حالته تنامى. الملاحظه الاخرى اللي عندي هي متعلقه بالبيئه، خصوصا متعلقه بمنطقه كي هيدي للولايه. هاي الولايه اللي قال له واد اللي يقوم من عندهم القليته، هم هي اسميه الى كي هيدي، شنو قال له؟ ذاك الوادي تعرض لتدمير حقيقي للبيئه فيه من طرف الساكن المحلي، وبالتالي خلق فيه ياسر من التدمير. نختاره هذا الجانب ايضا تنتبه له الحكومه، واحنا بعد عاطين المعلومه، عاطينها الوزير المعني وعاطينها الرئيس هذا الوزير الاول. هذا الوادي يتعرض انه تدمير حقيقي للبيئه فيه طرف السياسه السكان المحليين، ولا جاي احد من مرقب يحفزه. وتو هاي الملاحظه رانا عاطينا، وشكرا جزاكم الله خيرا، ورانا طبعا الحكومه مؤيدين على نجاحها وعلى هذا اللي عدلت للبلد، جزاه الله خيرا وشكرا.